السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم مره اخرى على قناتنا اتش تي ستور في التليجرام، في اليوتيوب وفي التيك توك. كما وعدناكم ديما مع جديد، ديما مع مراجعات، ديما مع الحصريات. اليوم راه عندنا زوج اجهزه تاع كريستور، عندنا كريستور تي اتش 510 وعندنا كريستور 440. اليوم واش راح نديرو؟ راح نديرو مراجعه لهذا الجهاز، وراح نخلو هذا الجهاز للفيديو القادم ان شاء الله. المهم باش يكون في علمكم بلي هادو هما الاصدارات الاخيرين اللي كاينين تاع اجهزه كريستور. اليوم راح نتعرفوا على هذا الجهاز الصغير اللي هو تي اتش 510. كيما على بالكم كانت كاينه نسخه من قبل اسمها تندر تي اتش 500. راح نفتحوا العلبه نشوفوا محتويات العلبه، نشوفوا الجهاز كيفاش عامل، ومن بعد نركبوا الجهاز في الحاسوب ونشوفوا مميزات تاعو، السيرفرات شحال فيه، كل حاجه عليه. ما عليكم غير تواصلوا معنا الفيديو. اللي اول مره يلتحق بنا الفيديو يضغط على زر الاشتراك، جيم كومونتير، هكذا باش تطلع الفيديو لاكبر عدد من المشتركين، وايضا باش تدعمونا مشكورين. بسم الله، راح نفتحوا الجهاز. العلبه تاعو كيما راكم شفتوا صغيره. هذا الجهاز بطاقه الضمان، عندنا كابل HDMI، عندنا باور سبلاي 12 فولت 1 امبير، تيليكوموند شبيهه بتي اتش 500 ولا جيون عاديه، والبطاريات. عندنا كتيب تعليمات خاص من شركه كريستور. راح نحط العلبه على جنب. بسم الله على بركه الله، نفتحوا الجهاز. كما راكم شفتوا الجهاز حجمه صغير، ولكن الديزاين قديم شويه، اولد، كما كان من قبل. الاجهزه كانت كاينه من قبل، سواء يشبه في الابريد، يشبه في الكوندور 5500، يشبه في عديد الاجهزه القديمه. لكن عجبني الديزاين تاعو لانه يدعم خاصيات كثيره. نبداو بسم الله. اول حاجه عندنا ريسيبتريس هنايا، يعني ما راكمش بحاجه للفيش اير هذيك اللي تخرج منه، يعني مباشره منها. عندكم هنايا ازرار الاوكي والزائد والناقص، عندكم المينيو والباور، عندكم شعار شركه كريستور وشعار تندر تي اتش 510 كما راكم شفتوا. من الجوانب تهويه فقط، من الاعلى تهويه، من الاسفل تهويه، هكذا يبان لكم. نجو هنا دوك من الاخر، عندنا تونر سينيال، بورت يو اس بي، اتش دي ام اي. الحاجه المليحه في الاجهزه الميني، واللي اول مره كاين جهاز ميني يدعم هذا الشيء، هو البورت خاص بالافي، يعني تقدر تربطه بجهاز قديم. وعندنا الباور سبلاي، الجهاز يجي فيه واي فاي مدمج، ولا يدعم خاصيه الار جي كارد جاك كما راكم شفتوا. هذا هو الجهاز، حجمه خفيف، ماهوش حاجه ثقيله. راح نركبوا الجهاز، نديروا له تحديث اللي صدر البارح، ونشوفوا الخصائص اللي كاينين فيه. مرحبا بكم. السلام عليكم خاوتي مره اخرى. انا عاودنا ركبنا الجهاز، وكما راكم شفتوا راح يكتب لك سينيال فاب. احنا هذه هي الواجهه الخاصه به، هذه بعد التحديث. نتوما كي راح تركبوا الجهاز المره الاولى ما راحش تجيكم هذه الواجهه، راح تكون ناقصه هذه التندر والتورنادو وما غير ذلك. احنا واش راح نديروا باش تعرف كيفاش ديروا التحديث؟ راح تجوا لهنا الاكسبونسيون، اوكي، يو اس بي. انا راني داير التحديث في الكريستور، فوالا ادخلوا هنا كريستور، راني داير له تحديث سبيسيال تي اتش 510 كيما راكم شفتوا. هذا التحديث تمروه يدير التحديث، يطفى، يعاود يشتغل. بعد ما يعاود يشتغل هذه هي الواجهه النهائيه اللي راح تجي. الان الجهاز نبداو في الخصائص اللي فيه، نبداو في الواجهه، الشرح تاع الواجهه. شرح الواجهه شبيهه جدا بالتي اتش 500 ولا تي اتش 600، هي شبيهه بالتي اتش 500 بزاف. عندك شعار كريستور، ميزاجور، واي فاي، عندك يوتيوب ديال هنا اكستريم ويذر، وعندك لي زابليكاسيون هنايا. الحاجه اللي شتها انا جديده في الجهاز انه نزعوا بزاف تطبيقات كانوا موجودين في الـ في الـ في الجهاز تي اتش 500. مثلا كيما عندنا ابولو، اي بي تي في، فورمولا، فايبر، اوركا، سبيد، اوزو، جو لاين، ويوتيوب. ما كان ني ماي اتش دي ني لينكس، لي مسحوا لهم فمهم ديريكت مره، نحوها قاعد خلاو غير لي زي بي تي في تاعهم. وهذه حاجه انا نقول ناقصه، لانه بالك واحد يحب يدير اشتراك خاص به. على كل، المهم بالنسبه للمميزات هذا الجهاز، كما على بالكم جهاز حامل لسيرفر فان كام لمده 12 شهر، فاتح لاغلب الباقات في استرا، هوت بيرد، وفي الطور. ماهوش يفتح قنوات البي ان الفرنسيه باش يكون في علمكم.
اما بالنسبه للاشتراكات تاع الاي بي تي في، عندكم هذا تاندر اي بي تي في لمده 5 سنوات، اشتراك جديد من عند الشركه، ماهوش ما عندوش يعني طرف ثالث ولا حاجه، يعني خاص بالشركه لمده 5 سنوات. عندكم ايضا اشتراك تورنادو اي بي تي في لمده 5 سنوات، هو ثاني اشتراك خاص بالشركه، وبالتالي عندكم 10 سنوات الان خاصين بالشركه. كاين ايضا اشتراك فايبر كاتكا، هذا اشتراك يعني في طرف ثالث، ماهوش اشتراك تاع شركه ولكن تاع طرف ثالث، بلي مده ايضا 5 سنوات، وسيرفر تاعو محترم، يعني ماهوش سيرفر ضعيف، سيرفر محترم فيه عديد من الباقات. بالنسبه للناس اللي تحوس على الباقات اللي فيها الامتياز، هذا راه فيه سيرفر لوكال الخاص بالجي، الناس اللي تعرف الاي بي تي في فيه لوكال جي الخاص ب قناه بث قنوات البي ان سبور في الفايبر 4K، وراه متوفر الاشتراك تاعو والتجديد تاعو الكود التجريبي الخاص به، وراه في هذا الجهاز لمده 5 سنوات. ايضا فيها اشتراك العاده ابولو اي بي تي في لمده سنه، بالتالي الجهاز هذا تقريبا راح يمنحك تجربه فريده، لانه راح يكون عندك 3 اشتراكات لمده 5 سنوات، يتوقف واحد راح تتفرج بالثاني، يتوقف الثاني راح تتفرج بالثالث، يعني هنا مش راح تطيح اونبال، مش راح تطيح قايد اونبال، لانه عندك 3 اشتراكات كل واحده فيها 5 سنوات، لما تفعلهم راح يعطيك لادات مباشره 2029. يعني ما كانش هذاك الخطا تاع يتفعلوا لك كامل على ضربه واحده وتتفرج غير عام وكل شيء يروح، لا، هذو حتى يتفعلوا لك كامل ضربه واحده راح يكون عندك 5 سنوات في يدك تتفرج بهم. وبالنسبه للسعر، الجهاز راه رخيص، السعر تاعو راه 450 ألف، يعني سعر محترم وفي متناول الناس نظرا لما يقدمه. الان ثبات السيرفر من غيره راح يختلف حسب وقت المباريات، وقت الضغط، جودة الانترنت عند الناس، التحديثات اللي تتوفر الجهاز راح تكون مليحة تخلي الجهاز يكون سهل ولا يكون بطيء شوية. على كل تجربة يعني متوفرة في تي اش سانسون، الناس عندها فكرة على تي اش سانسون كيفاش يمشي المينيو تاعو. الان هذوما الاشتراكات اللي ضافوهم، الجهاز راه متوفر عندنا في المحل وراح نحطوه الان في الموقع تاعنا للناس اللي حابه تطلبوا، راه بسعر تاع 450 ألف، 4500 دينار جزائري، متوفر التوصيل لكامل ولايات الوطن، والكميه راه متوفره غير محدوده، تسمى الناس اللي حابه تطلب 4 حبات، 5 حبات، 6 حبات، راه متوفر، ما عليكم غير تتواصلوا. راح نحط لكم رابط اللينك تاعنا فيه قناتنا على الواتساب، قناتنا على التليجرام، رقم الهاتف الخاص بنا، قناتنا ايضا في اليوتيوب اللي راكم تتبعوا فيها هذا الفيديو. اي استفسار ولا اي ملحوظه ولا اي ريكلاماسيون حابين ترفعوها للشركه، ما عليكم غير تبعثوا لنا، وحنا ان شاء الله نسعى باش ديما يكون الافضل على مستوى السوق الجزائري. كان هذه هي مراجعه الخاصه بجهاز التوندر اكس تي اش سانسون 10. نتلاقاو في فيديو ثاني ان شاء الله الخاص بتورنادو تي ار 410، هو ثاني فيه مزايا عديده ان شاء الله راح نديرها لكم في فيديو القادم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك، لايك وكومنتير هكذا باش القناه تاعنا تدعم وتكبر ان شاء الله معكم، ومرحبا بكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.